Dimanche بريس بريس صباح الخير مرحبا بكم مرحبا بكم في موعدكم الأسبوعي مع الأحداث المزجدة في بلادنا على امتداد الأسبوع المنقضي خلينا نقولوا أنها أحداث هامة هامة في إطار معناها خاصة الإعلان السيدة وزيرة المالية على الملامح الكبرى لتوجهات مشروع القانون الماليه لسنه 2023 وفيها عديد العناوين الهامه وخاصه الذهاب نحو اقرار ضريبه على الممتلكات وبطبيعه الحال ردود على مختلف ما قيل حول خوصصه بعض المؤسسات الوطنيه على غرار بنك الاسكان وشركه التبغ. والوقيد وغيرها لكن في الاثناء بقيت معناها التفاصيل الاتفاق اللي برمته بلادنا مع صندوق النقد الدولي تقريبا في حكم المجهول ولكنه مجهول مؤقت لانه في الايام القليله القادمه ستكون الحكومه مضطره لاعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق واضح ان خروج السيده وزيره المالية للإعلام هو لتهيئة الرأي العام لتقبل تفاصيل هذا الاتفاق حدث آخر بارز وبارز جدا وهو إعلان مستقله الانتخابات على القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة وبطبيعة الحال ملامح البرلمان الجديد برلمان 17 ديسمبر تقريبا بدات تتضح وحملت هذا هذه حمل هذا الاعلان عديد المفاجات اللي خلتنا تقريبا مذهولين ومصدومين يكفي باش تعرفوا انه قبل الانتخابات قبل 17 ديسمبر عندنا ديجا عشرة مترشحين اصبحوا تقريبا نواب دون حتى ان يكونوا مضطرين باش يصوتوا حتى لرواحهم نهار 17 ديسمبر القادم عندنا كذلك سبع دوائر في الخارج دون مرشح واحد عندنا زوز ترشحات فقط عن ثمانية دوائر وعنا عنا ثمانية في من المترشحين من الرجال وبطبيعة الحال 12% في فقط من النساء يقولوا من النساء المترشحات 12% في مترشحات قداش منهم شو دخلوا للمجلس هذا اللي نعرفوه ربما نهار 17 ديسمبر في الليل عنا زادة آه عدد كبير معناها كي نقولوا آه 25% من المترشحين هم موظفي وعوان التربيه القومية عندنا 14% مهن حره عندنا 9% من العاطلين عندنا 6% من التعليم العالي وعندنا 27 رئيس بلديه دونك آه هذا تقريبا اهم الاحداث اللي عشناهم الاسبوع هذا باش نحاول نتوقفوا عليهم كيما باش نحاول نتوقفوا عند بعض الاحداث الاخرى آه نحكيو على قمه الفرنكوفونيه اللي اصبحت على الابواب شنو هو استعداداتنا لها شكون اللي باش يحضر خاصة من الشخصيات الاعتبارية الرئيس الفرنسي اليوم ولا فما كلام كبير على إمكانية تخلفه على الأقل على يوم الافتتاح مقابل ربما تأكد مشاركة الوزير الأول الكندي جاستن تريدو في الأثناء باش خرجت تونس من القمة العربية ونرجع نحكي على الشيء هذا كيما باش نحكيه بطبيعة الحال على تصريح السيد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري اللي رفقة السيد الصادق بالعيد كلفهم رئيس الدولة باش يكتبوا الدستور الجمهورية الجديدة وبطبيعة الحال تعرفوا كلكم الحكاية بعد ما تكتب الدستور وسلموه رئيس الدولة ألقى به في سلة المهملات وأخرج لنا من تحت قبعته دستور قيس سعيد علاش صار اللي صار شنو اللي ما كناش نعرفوه وكشفوا امين محفوظ في اطلالته التلفزيه هذا اللي باش نحاولوا نتحدثوا فيه كيما زاد باش نتحدثوا عليه فشل جلسات تفاوضيه بين جماعة التعليم الأساسي ووزارة التربية نتحدث على الشيء هذا لأنه غدوة مفروض عودة مدرسية بعد عطلة الخريف لكن واضح أنه العطلة الصيفية مازالت متواصلة لعدد كبير من التلاميذ وعدد كبير من المربين نحكي على المعلمين النواب والمتعاقدين هذا تقريبا أهم الأحداث اللي نحاولوا نتوقفوا عندها اليوم وأنا سعيد جدا أنه ضيوف اليوم الخبير المالي السيد فيصل دربال، مرحبا بك سي فيصل. مرحبا سي لطفي، شكرا على استضافة. زميلنا المحلل السياسي والاعلامي بوبكر الصغير، مرحبا بك بوبكر. اهلا صباح الخير لطفي. نعرفك ديما كي تجي ما تجيش يدك فارغه ورافقنا كالعاده بطبيعه الحال زميلنا المحلل الاعلامي والسياسي ابراهيم الوسلاتي، صباح الخير ابراهيم. صباح النور صباح النور كيف المستمعين والمستمعات.

ديمونش بريس كل نهار احد من نص النهار الماضي ساعتين مع لطف العمالي على راديو ميل على راديو مال. ديمانز بريس البارح بطبيعة الحال شهدت بلادنا نهاية تظاهرة ثقافية سينمائية دولية نحكي على أيام قرتاج السينمائية تم توزيع الجوائز ومرة أخرى بطبيعة الحال ينصب الجدل حول إطلالات حفل الاختتام كيما تركزت على اطلالات النجوم والمستضافين في حفل الافتتاح لكن ابو بكر كنا نحكي وتوا قلت لي عندك ما تقول في حفل الاختتام توزيع الجوائز واضح شوف احنا كاننا في تونس ولينا المارس في فن تدمير كل ما هو جميل في البلاد هذه كل حاجه باهيه في تونس قاعدين نخرب وندمروا فيها مهرجان قرطاج من بين العناوين الكبرى اللي ترمز لتونس ومكاسب تونس الحداثه والتنوير والثقافه. اللي يحصل في الدوره هذه كارثه، أسوأ دوره في تاريخ المهرجان قرطاج. مش لازم ندخل في التفاصيل اما نحب نقف عند نقطه هامه وخطيره طيب. وهي موصوله بالشان السياسي. فيما يتعلق ب الجميع يعلم انه كان ضيف الشرف في هذه الدوره هي السعوديه. وحضر من السعوديه وفد كبير ياسر تقريبا جي فيه 100 شخص من بينهم فرقه موسيقيه من بينهم معناتها مخرجين والسعوديه اليوم هي تتجه الى مرحله جديده في اصلاحات داخل المجتمع مرحله فيها اكثر تنوير واكثر حداثه وتونس اللي هي رمز التنوير ورمز الحداثه في العالم العربي انها يمكن ما تشجع كان السياسات اللي تنحو هذا الاتجاه وبالتالي اليوم وقت وفد بهذه الأهمية من السعودية أقل حاجة أنه يعني نعطيهم مكانته ويحظى بالتكريم اللي فيه شو اللي حصل؟ أنا نسأل هل إدارة المهرجانات تآمرت على الوزيرة أم الوزيرة تآمرت على الحكومة؟ على خاطر من غير المعقول يجي وفد بهذه الأهمية تحصل أحداث أنا نذكر ثلاثة أحداث فقط. الحدث الأول يتم حفل عشاء لتكريم الوفد السعودي ويحضر السفير ويحضر اعضاء السلك الدبلوماسي السفراء العرب بالكل ويحضر تقريبا كل الشخصيات ما فيهم كل الفنانين تقريبا في مرتبة بوشناق ولا تحضر وزيره او من يمثل وزيرة في هذه السهره السعوديه التونسيه والحاجه الثانيه الاخطر انه وقت شفنا توزيع الجوائز يا سيدي احترامي مع لجنة المهرجان اللي هي مستقلة وحرة كذا كل شيء أما أنت كإدارة وعندك ضيف شرف أقلها تعمل له تكريم أقلها أن معناتها تثمن المبادرة اللي خلاتهم يجيوا لتونس كل شيء خلاتهم يستناوا أنا شفتهم البارح حتى آخر لحظة في حفل الاختتام يستناوا ثماش ما تتقال كلمة شكر على الأقل لي هذا السعودية المشاركة السعودية السعودية وهذا الحضور حضور. السعودي الذي لم يحصل في أي مهرجان سينمائي آخر، أول مرة نراو معناتها مخرجات وممثلات سعوديات يجيوا لتونس ويحضروا بكل الكثافة هذيك وبكل الأهمية هذيك ولكن ولا حياة لمن تنادي الوزارة. أعتقد أنه ثم إشكال كبير ياسر، علاش؟ إحنا اليوم وصلنا الوضعية لا نرى الحلول إلا أن تأتي من السماء ثم من بعض البلدان الشقيقه اللي راهن عليها من بين السعوديه اللي هي عضوة بارزه ومهمه في صندوق النقد الدولي واللي هي كذلك معروفه تاريخيا انه تساعد تونس وتساعد كثير من الدول واليوم طامعين في السعوديه زاد من قروها كما شفنا صندوق النقد العربي اللي اعطانا قرض تو النهرين باش تزيد تقف بجنب تونس وتدعمها وقت تجي انت كوزيره نتاع الثقافه ولا كطرف حكومي تتعامل مع ضيف اللي هو يمثل المجتمع السعودي، يمثل النخبه الثقافيه السعوديه بالشكل هذا ناس روحوا وريتهم انا البارح حزنت وتاسفت بشكل كبير اعتقد انه لا بد ان تحمل الوزيرة مسؤوليه هذا اللي صار وهذا التقصير اللي هو نعتبره جريمه في حق تونس اي لكن هذا ما ردوا شنو ما ردوا انه ما ردوا عاي... حتى كي تحط واحد في المسؤوليه احنا اليوم ولينا نستسهل المسؤوليات ولينا نستسهلوا ما عادش نحطوا شخص اللي هو بالفعل نشوفوا شنو السي في نتاعو وشنو مدى الكفاءه نتاعو وشنو مدى القدره نتاعو للمسك بذلك الملف ولينا نسسهل ها ارتضيت نحط هذاك وزير سهل وزير هو ولا مسؤول اسهل حاجه في تونس انك تاخذ مسؤوليه في البلاد هذه يكفي هنا شفناهم مطالب باش المجلس البطال والكونترا واللي خو انا شفنا شكون التشكيله الكل معناتها نوصل للدرجة هذه في دوله تسهل تحط في المناصب ناس ما عندهم حتى حنكة سياسية أو تجربة سياسية أو حتى وعي سياسي وزيد على هذا ما يحطوش ب... معناتها حولهم ناس عندهم خبرة ولا ينجموا يستشيروهم وكل معناها كيف هكا تعمل أنت معناتها تظاهرة دولية ومن بعد تولي لك تقريبا أنسيدون ديبلوماتيك لأنه كي اللي حكاه أبو بكر حكاوها برشا ناس حضروا البارح خيبه امل رهيبه عند الوفد السعودي نعرفوا السينما السعوديه سينما حديثه الولاده جايبين فيها فرحانين به يا سيدي ما يسالش اللجنة التحكيم خدمة بكل حياد ما قلناش نجاملوهم ونعطوهم جائزه لكن على الاقل تعبرهم مئات و... وفد يحضر ب... بمئات معناها آ... آ... شخصيه ثقافيه سعوديه, سعودية. ومع ذلك نسي. تغيب الوزيره هذه الوزيره ما تعرف كان الغياب وما تهزش التليفون وما تستقبل لا توانسه لا اجانب متخبيه في بيروها حطوها معناها اول حاجه عملتها عينت عمها ما نعرفش فنا منصب وبدت معناها تسكت هذا تتبع في الفيسبوك اش تقال عليها اش ما تقالش عليها امس في الايام معناها في دوره كره اليد هنا في نابل طلعت راقصه روسيه عملت رقصه ظهرت شوية تعليق في الفيسبوك نحات هي المندوب الجهوي للثقافة يعني <applause> وزيرة بهذا البؤس بهذا معناها بهذه السلبية لا تفهم في الثقافة لا تفهم في ها. السياسة ها. وسيادته ربما اختارها لأنها يعني بكم صم ما تفهم لا في الثقافة ولا في السياسة لأن الشيء اللي حكيت عليه أنت مفروض يبدأ الوزير عنده شوية خلفية سياسية باش يقدر ويفهم كانت نجم هي تستقبل الوفد هذا وتحكي معاه والطيب بخاطره خاطر بلادك اليوم مستحق أنت السعودية رئيس الدولة يبعث في المراسيل كل يوميا للسعوديه يا ولادي شوفوا لي حل ثماش معناها حويجه كيما نقولوا احنا كي تجيك فرصه انت باش تعبر على معناها تقديرك شو. للناس هذوما للضياف هذوما تتصرف بالسلبيه هذه بلا في صراحه المسؤولين يعني في السعوديه سفيرك لهنا سفير معنا. شوف آه، نذكر وان هذه هي كانت تمين عامه مساعده في لالكسو وترشحت ولكن نعرفوا احنا شكون ضدها جا ضدها هما دول الخليج لانه ترشح وقتها معاها كويتي اللي توفى كويتي جديد فهمتني؟ بالتالي هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية أنه رئيس الجمهورية شفنا شو نهار حضر في مهرجان ثقافي كبير، في مهرجان كرتاجي اللي بجنبه ولا في مهرجان مسرح ولا هذه في لي جورني سينيماتوغرافيك جرا... دو كرتاج هذه، الثلاثة لهنا هذا وفد اللي جا كضيف تعتبروا أنت ضيف شرف وإذا كان ضيف شرف مهما كانت سواء الفيلم بتاعه نجح ولا ما نجحش انت لهنا تعطيه على الاقل قيمه واعتبار انه في الكلمه الختاميه انه تنوه به لهذه المشاركه الاولى ونتمناو وكونه تتجدد المشاركات نتاعو كلمه راه كلمه جمله جمله فهمت اربعة اربعة مباشره اذرى معناتها ما على لي جي سي سي البارح المدير نتاعو استقالت فا كومبروندر علاش استقالت البارح خاطر فضايح جي سي فضايح جي سي سي نتاع فضائح نتاع كوارث معناتها جي سي سي اللي كان يخدم سورة تونس في افريقيا وفي العالم العربي نذكر يوسف شاهين شكون المصري الممثل ولا السينما المصري ما يتمحش بالجي سي سي اليوم ولا معناتها لا والله شوف خلينا نقول زاد كل واحد ياخذ حقه انا تبعت شويه معناها مديرة المهرجان السيدة سونيا شامخي فنانة بنت سينما قامت باللي عليها فعلى مستوى التنظيم لكن وقت تبدا الوزيرة بيدها شبه مقاطعة للتظاهرة، والوزيرة بيدها معناها منزوية في مكتبها لا علاقة لها لا بالسينما ولا بأهل السينما، بطبيعة الحال رئيس المهرجان تلقى روحها بين لوبيات الوزارة. يتناهشونها ويتناهشون الدورة خاصة معناها ميزانية الدورة وبالتالي أحسن حاجة عملتها سونيا الشامخي مباشرة بعد نهاية حفل الاختتام أعلنت الاستقالة متاحة وفي هذا أكثر من دلالة لكن كما قال لك إبراهيم إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلمنا الوزراء إذا رقصوا عادي جدا برا ندخل فيما ينفع الناس سي تبعت معانا الحوار متاع السيدة وزيرة المالية اللي أعطاته لي قناة التاسعة وبطبيعة الحال أجابت على ما طرح عليها من أسئلة ولأن ولو أنها كانت في معناها وضع من يدافع ويضحث الإشاعات بدل أن تقدم الحقائق والمعلومات أولاً شنو اللي يخلي الحكومة متاعنا لليوم ما تخرج لناش تفاصيل الاتفاقية حتى يطلع عليها الرأي العام في تونس شكرا سي لطفي والله كما قلت في علاقة بالأسئلة اللي تم طرحها أنا نعتبر الوزيرة جاوبت معناها عطات الإجابات مقنعة بوضوح علاش خطر الأسئلة ما هيش الأسئلة اللي حقها طيب. طرحت وأنا كان بودي بكل احتراماتي للسيدة وزيرة المالية لو كان الحوار تم مع سيدة رئيس الحكومة على خاطر اليوم احنا في حاجة الى عديد المعلومات والايضاحات والاستفسارات حول عديد الوضعيات اللي تتعدى المالية العمومية كان بودي لو كان سألنا رئيس الحكومة على راسيون هذا التحسيس اللي عايشين اليوم واللي من عام 1940 في الحرب العالمية الثانية ما عرفتوش تونس على خاطر اليوم كي نجي عندك الحق في برك وحليب برك كي نجي يقول لك عندك الحق في 100 أه غرام زبده 100 <صفيق>: غرام <صفيق> زبده هذاك <صفيق> <صفيق> هو راهو لو مو اللي ما عشناش في تونس وماذا بيا لو كان كانت رئيسه الحكومه على خاطر ما هوش من مجمولات وزاره الماليه عطاتنا توضيحات على على على, على الاشكاليه هذه خاطر لي كونسيكونس نتاعها راهو مخطرين ياسر راهو المثل اللي يقول لك سي نوريسون با لو بوبل نو نوريسون لو سوليفمون سوسيو اليوم شاب جايع جيعان امشي انا البارح في مجازان دور على حليب ما فماش حليب وفما فقدان المواد الاساسيه وخاصه الحبوب راهو معناها كي تشوف انت النجريه نتاع المعرض على الاحصاء تلقانا وردنا اقل من عم ناول وردنا اقل من عم ناول معناها القمح الصلب وردنا اقل ب 3 في 2% القمح اللين وردنا اقل بخمسة انا نحكي لك اون كونتيتي بيان سور خاطر مش اون فالور مش بال بال اون كونتيتي في الشعير وردنا 27.5% اقل والمؤسسه اللي تستعمل الشعير كماده اوليه لابد لا فايده من ذكرها تفاديا للاشهار زاد الشيفر دافير نتاعها وردنا اقل من عمناول في عام اللي زاد عدد السياح تقريبا ثلاثة مليون ولا 2 مليون ونص يبقى من ناحيه عندك عدد السياح يتزاد ومن ناحيه اخرى تنقص في التوريد هذاك علاش سبب من اسباب اللي فقدم. هذو هذوما حق ما عليهم توضيحات علاش تجيب اقل انت كان ما عندكش فلوس ولا ما معناها موفيز بريفيزيون هذوما علاش قلت لك بودي لو كان كانت رئيس الحكومة ثم عديد الأسئلة كنا نسأل عليهم به اليوم في علاقة بالوثيقة اللي تقدمت للصندوق النقد الدولي الوثيقة على حسب علمي واعتقادي ما عندهاش صبغة نهائية مازالوا زالوا يروشكوا فيها معناها مع صندوق النقد الدولي تفهموا على المبادئ الكبرى على الخطوط العريضة للبرنامج اللي هو مربوط بميزانية 22 و 23 اللي هي يصعب في الوقت الحالي غلق هذه الميزانية صعيب ياسر 22 ونجم نقول لك مستحيل 23 خاطر 23 مش يكون عندنا أكثر تسديد ديون من سنة 21 وراهو النقاش حول غلق الميزانية يتم بالاعتماد على أرقام على دي شيفر ما هيش سردية انا اللي لاحظته كونوا قاعدين نعملوا في سرديه مش نرشدوا الدعم مش نحسنوا المؤسسات العموميه اي ترشيد الدعم كيفاش وعلاش لتو ما صاروا ما صار حاجه وثيقه رسميه نهائيه وبالنسبه للخلط اللي صار معناها يقولوا تتفاهموا مع صندوق النقد الدولي في التفويت ويخرج و... ل... الناطق الرسمي باسم الحكومه يقول ما ثماش منه التفويت هذي وحتى السيده وزيره الماليه قالت ما ثماش منه التفويت هذا هو صحيح ومش صحيح علاش؟ على خاطر كي نمشي انا لل... 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 للوثيقه نتاع صندوق النقد الدولي ما خرجت هي بعد 15 عملت كوميونيكي في الكوميونيكي لم يذكر التفويت لكن بعد ثلاثة ايام ثم انترفيو صار للجورجيفيا هذه كريستالينا قالت في سكاي نيوز يوش. عربية قالت لابارتي بارتي تونيزيان سامحوني بالفرنساوية باش من افي اه بار دو سا فولونتي دو بريفاتيزي سارتان زونتربريز بيبليك سو سيري لا اون اكسلونت رياليزاسيون بور لو غوفرنمون تونيزي توا شكون نمشيو معناها الوثيقة هذه صادرة عن صندوق النقد الدولي هذا تصريح من المديرة العامة نتاع صندوق النقد الدولي وبالتالي ثم ضبابية تامة وضبابية هذه من اجل استعدادها تقول الحكومة تونسية أبدت استعدادها لتخصيص بعض المؤسسات العمومية يعني نعم. سيكلير. سيكلير. لا لا لكن ايه. لكن وزيره الماليه قالت <applause> لا ما فماش منه لانه <applause> بعد ما تكلم نور الدين قال راي الحكومه ماشيه في خوصص لارنتيا وبنك الاسكان كمثال تطلع السيده الوزيره وتقول لا مازلنا باش نشركوا الطرف الاجتماعي في كل القرارات هذه تراش بكر انه اختفاء رئيس الدولة واختفاء رئيس الحكومة خلى انه مسكينة وزيرة المالية هي التي تحمل هذه المسؤولية الكبيرة ولذلك جاء حديثها في شكل مخاتلات ومراوغات وطمأنة أكثر منه حديث أرقام هي حملت ما لا طاقة له به لها به لأنه مفروض اللي يسبق اه وزيرة المالية هو رئيس الدولة اللي يطلع ويحكي على التوجهات الكبرى الجديدة الخطيرة المفصلية في حياة تونس وحياة التوانسة ويرافقها بخطاب سياسي ثم تجي وزيرة المالية باش تعطي الأرقام وتعطي الإجراءات أما أن يختفي رجل الدولة الأول وامرأة الدولة الأولى ويتركون وزيرة المالية تواجه معناها رياح النقد والانتقادات والتعليقات فهذا ما وضعها في ذلك الموقف المحرج هو مبلغ منا وحد واحد يحيي وزيره الماليه السيد السيد المغديري نمسية اللي كان هذا اول خروج لها وكانت بالفعل متمكنه على الاقل في الملفات اللي هي ماسكه بها والجمهور صحيح والجمهور وبرشا ناس, ناس بس كانت نجم تتخبى كيما برشا اخرين حياو انها معناتها القدره نتاعها في على الاقل شرح بعض الامور و باش توضحها بشكل بالفعل ما تنجمش تعمل اكثر من هذاك الممكن واحنا نحيو على هذا اما انا بحضور سي ما نجمش نحكي على التفاصيل الكثيره معناتها في الجانب المقصدي اما ثم زوج جوانب مهمين برشا الجانب الاولى علاش خرجت الوزيره وعلاش الحكومه تكلمت خاطر بطلب من الأفامية من صندوق وللصندوق انت تذكر اللي عبير موسي وجهت مراسله رسميه معناتها الصندوق باش يكشف معناتها على كل التفاصيل واللي كشفته السيده كريستينا في سكان نيوز ما هو الا جزء والصندوق لمح موسي مش حالي هو تونسي معناتها وصديقنا وكل معناتها لمح لابد ان الحكومه تتكلم وتكشف هذا الجانب الاولاني في بخصوص اما الجانب الثاني واللي هو الاخطر اللي يتعلق التناقض في تصريحات اعضاء الحكومه وقت نسمع بعض الوزراء يقول لك لا ما ثم شيء وما ثم حد شيء كما يقول لك لا تفويت ولا حد شيء وبعد نسمع كلام اخر معناتها حتى الخطاب الحكومي مش على نفس الموجه على نفس الخط وهذا امر خطير راهو اولا يسيء لصوره الحكومه في حد ذاتها ويزيد يشوش على ذهنيه المواطن انا ما اعتقد ما أقول اللي لابد ان مفروض كما قلت رئيس الحكومه لابد تعمل في اطار لقاء إعلامي كبير ياسر ويتحط ملف ويكلزم يتحط النوار سير بلون على ورقه شنو اللي باش تعمل تونس على صندوق النقد مع صندوق النقد الدولي على خاطر انا نقول حاجه راهو اللي اختيره والسؤال الكبير اللي تطرح في تونس اليوم لا انتخابات لا دستور ولا استفتاء هذا كله هذه كلها تفاصيل صغيره اليوم السؤال اللي تطرح في العالم الكل في العواصم اللي عندها القرار احنا نعرفوا شنو هي تكلفه 14 جانفي 2011 واش كلف الدوله التونسيه اليوم سؤال اش باش يكلفنا 25 جويليا؟ اش باش يصير في مصيرنا كتونس وكدوله تونسيه واش باش يكون وضعنا مستقبلا؟ ثم اليوم ثم تكلفه باش تصير اللي قاعد يصير هل توا من 25 جويليا 2021 اليوم ثم حاجات قاعده تتغير تماما انا لو واحد يعمل عمليه بروجيكسيون اسقاط في العقل السياسي نتاع السيد رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد واللي يشوف شنو القرارات نتاعو اللي انا واضح اليوم على الاقل الملامح نتاع الصوره الاولى رئيس الدوله يحب تونس اخرى تونس بنخبتها اقتصادية والسياسية والثقافية أخرى تونس بمؤسساتها أخرى تونس بقضائها آخر تونس بإعلامها آخر إي أنت خذيت قرار هذا سيد الرئيس هل شكون اللي فوضك شكون اللي فوضك هل الشعب باش على أساس السفتاء ولا على أساس الشارع هذا هم الأسئلة الكبيرة اللي يزمها تطرح قداش تكلفنا 25 جميلة وشنو النمط اللي يحب نمشيو به اه رئيس دول حتى في علاقاتنا الخارجيه اليوم نقطة استفهام كبيرة ونشوفوا ثم مستجدات وحدث صغيرة قاعدين كما القمة العربية كما علاقاتنا مع الدول كما التكاد اللي مربحنا منها حتى شيء لحد الآن اي هذا كله وين ماشيين به هذا هما احنا قعدنا نفك التفاصيل صغيرة كما واحد رميت له حاجة باش مش يقعد ياكل بينما السؤال الكبير فين ماشيين به هذا السؤال ربما اللي قاعدين نحكيه فيه كل يوم تقريبا ونحاول القول أجوبة لكننا نجد أنفسنا أمام فعل سياسي غير مألوف غير تقليدي أعتقد أنه صاحب 25 جويلية نفسه اليوم لا يعرف أين يسير بالبلاد ودخل. وهذا اخطر الاخطار ما فماش معناها بوصله واضحه ونشوفوها على مستوى خيارات سياسيه الاقتصادية نشوفوا الحكومه عندها تصريحات معناها تمشي نحو الخاصصه يطلع رئيس الدولة يقول لا لابد من الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة ازدواجية على مستوى الخطاب شوفوا غيابنا على مستوى الدبلوماسي بل ارتباكنا على مستوى الدبلوماسي وبالتالي معناها الضبابية هي السمة البارزة ل 25 جويلية إلى حد اليوم نبقى معك سي فيصل نجبدو على مسألة رفع الدعم السيدة الوزيرة تقول عندنا ثمانية مليون تونسي سيتمتعون بتحويلات الدعم وتقول اللي المنصة اللي تم وضعها باش يسجلوا فيها التوانسة آه نفسهم باش تنطلق راهو دون دو سومان دونك آه وتقول انه من المتوقع انه المئة من التوانسة باش يمشوا يسجلوا رواحهم على اساس انهم مستحقين لفلوس آه الدعم وتقول احنا بعد باش نقوموا بالفرز عبر اجهزه الدوله كيما الجبايه والسي مليون تونسي مستحقين للدعم هذا إش تقول السيده الوزيره 8 ملايين فقير معناها عنا عندنا تونسي على كل على ثلاثه على ثلاثه على 12 مليون اي, 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 اي شوف رفع الدعم ترشيد الدعم حذف الدعم توجيه الدعم مستحقيه سميها اللي تحب المهم القدرة الشرائية والإمكانيات نتاع المواطن ما تتمسش، راهو هذايا أصعب ملف ونعتبره ملف أصعب من الخوصة نتاع المؤسسات العمومية وأصعب من الأجور نتاع الوظيفة العمومية إلى آخره. فما كاتب بيير يحكي على لي زيمود اللي عاشوها برشا بلدان عشناها إحنا عاشتها الاردن عشتها, عشتها لبنان عشتها المغرب عاشتها السودان عاشتها لندن في القرن 18 نردوا بالنا رأهم ملف صعيب ياسر علاش يلزم المحافظه على القدره الشرائيه وانا سي لطفي هنيا نتاسف ونتالم كي نشوف الوثيقه هذه الوثيقه هذه مشروع اصلاح منظومه دعم المواد الاساسيه الوثيقه هذه أه حد لي برودوي دو ما, ما في الكربيرون وترونسبور يعني الحليب والمكرونه والحبوب الى اخره هذه تعملت في سبتمبر 2018 وتعمل مجلس وزاري مضيق حضرت فيه انا تجي تقول اطول مجلس وزاري قعدنا نحكيو في الموضوع هذا وتكونوا ثلاثه لجان وخدموا على ارواحهم لنا بعد تقريبا ثلاثه شهور والمجلس الوزاري ما تعملش سبتمبر 2018 وثيقه كامله تفصل وتعطيك بالديتاي شنو هو يلزموا نعملوا يلزمها الوثيقه هذه نهار باش نحينوا الارقام خاطر 2018 ما مش الارقام نتاع توا تعطيك المنصه وتعطيك طريقه التسجيل وتعطيك قداش الدعم وتعطيك كل شيء كل شيء وثيقه كامله علاش ما تبقوهاش؟ برايك مادام مش اعتمادها في ما فماش اذا كان تم اعتمادها راهو من توا يخدموا بها ما يعني ما 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 تمش اعتماد يعني ليش حكومة الشاد ما اعتمدتهاش وقتها؟ على خاطر حكومة الشاد بعد سبتمبر 18 دخلوا في امور اخرى عرك ومعروك و... فك علينا حضروا انتخابات وانتخابات انتخابات ونحن لوح علينا ماهوش موضوع وقت وقت بدا الحزب نتاعو نرجعوا لليوم لليوم السيدة الوزيرة تحكي على منصة باش يسجلوا فيها 90% من التوانسة تحب لها خدمة راهو أنا اعتقادي ما هيش نتاع 15 يوم حتى كان المنصة منصة التسجيل حاضرة هو ماهيش احنا منصة الخصم من المورد اللي جات في قانون المالية متاع السنة الفارطة متاع 2022 قلنا مش نعملوا منصة لتسجيل الخصم من المورد أقل من المنصة هذه التوما حضرت خلي هذه منصة إن شاء الله نكون صحيح وفما عندك مليون شخص غير معرف بهم لا في لا في, في النظام الاجتماعي لا في النظام الجبائي ان مليون دو بيرسون عندك هذوما اللي حبينا عملنا لهم ستاتيو نتاع المبادر الذاتي وعملنا لهم منصه للتسجيل وعملنا لهم معناها اطار كامل باش نتبعوهم الناس هذوما مليون شخص اللي عنده آه موتور ويمشي صباح يخدم في الجنينه نتاع سي علي ويخدم في الجنينه نتاع كذا ويخدم كذا والدهان والبياض هذوما مليون شخص هذوما كيفاش باش يقيدوا وعلى انا اساس ومنين نعرف عنده مدخول ولا ما عندوش مدخول وما عندوش بخلاف للناس الناس وعددهم كبير ياسر اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي هو رسميا انسان فقير لكن بطبيعه الحال تلقاه يخدم في الاقتصاد الموازي وفيهم حتى اللي ربما مليونير ولا ملياردير ملياردير, ملياردير هذه كيفاش باش تعرفوا؟ كيفاش وعددهم كبير ياسر اكثر من المليون هذا لو كان عملنا كملنا في النصوص التطبيقيه نتاع المبادر الذاتي خاطر ما خرجوش الاوامر وللاسف وخدمنا الخدمه نتاع المبادر الذاتي راه كنا نجموا مليون شخص نعرفوا يقيدوا في المنصه ما يقيدوش في المنصه الى اخره والمنصه اللي تم اعتمادها في الكوفيد وقتها حكايه الميتين 200 دينار كانت تفكروا ما ينجموش هذيك نعتمدوها معناها ينجموا نعتمدوها لكن مغايره نوعا ما هذيك لاعانه لي المؤسسات واصحاب ال الافراد الاجور الافراد الافراد اصحاب الاجور من دي الاجور دي ست... لكن رفع الدعم يعني حتى الاشخاص اللي يتعدى الدخل أه نتاعهم الاجر الادنى هذايا معناها ماهيش مش تكون الاسمي جار برك اذا كان انت مش ترفع الدعم كومبليتمون راهو تقريبا 470 دينار للفرد الواحد دعم سنوي معناها اذا كان انسان عنده عائله فيها خمسه من الناس هذوما زوج وخمسه من الناس تعطيه به نمشي لحكايه المؤسسة الوطنيه علاش اش خلى الاتحاد يطلع ويتكلم ويقول راي الحكومه ماشيه في الخوصه سواء عطاه زوز امثله بهاش ولا تطلع السيده الوزيره تقول الحكايه ما فهمش منها يا اخي تو ما فيش حكايه مع لي الاندرا موافق انه ما تتمش خصائص بعض المؤسسات اه مثل لارنتيا لارنتيا ولا واحده من البنوك وهي الوزيره قالت يمكن ثم اعاده هيكله يعني نجم نعيطوا للشريك الاستراتيجي معناها ما هوش تفويض كلي في 100% في المؤسسه هذا اللي دخلوا معناها ندخلوا الشريك القطاع الخاص وانا اعتقادي شخصيا نشوف حل باهي حل به واجب علاش واجب معناها انا أنا شوا اليوم كي نعمل مثلا انت كيفاش يدخل لها القطاع الخاص القطاع الخاص ياخذ خمسين في المئة تولي مؤسسة <applause> شريكة والقطاع الخاص يعني شركة أجنبية تاخذ خمسين واحد وخمسين تسعة خمسة وخمسين في المئة يزم تكون عندها الأغلبية من رأس المال وتولي شريكة مع الدولة التونسية في المؤسسة هذيك أنا نقول اللي الاتحاد والموظفين وكل العمل في الارنتيا يطالبوا بحقوقهم يقولوا كان ثم خوصة ما تنقصناش من من, من الاجور نتاعنا ما تنحيناش الامتيازات نتاعنا يا سيدي نمشي معاك ما تخرجش خدامه نمشي معاك اما تقول لي ما تخصصش وما تبيعش نقول لك هذه راهي ملك الدوله التونسيه والدوله التونسيه ثم رئيس دولة وثم حكومة هي تحكم في الدولة التونسية تحكم في ملكها رسول إيه لكن هما بطبيعة الحال اللي يخدموا غادي في معظمهم ما هو مش مكتفين بالشهرية نتاعو هو آه. عاك عاك غادي كي باش يجيه قطاع خاص ويدخل له باش يسكر عليه يسكر اللعب عليه. آه. من آه. هنا طلعت النقابة برحت الأولى تهدد سكيني با اللي ما هوش معقول وأنا قلت لك سيروت في هذا الحل مش نمشي له مش نمشي له ما عندناش حل آخر علاش على خاطر اليوم الميزانية متاع 2022 مش نسكروها مش نسكروها وراهم قاعدين ونقولوا توا آه بعد الاتفاق مع الفمي مش تولي عندنا سهولة كبيرة في القروض هكا ولا به قروض ثنائية على خاطر القرض الاتفاق مع الفمي الأهم فيه ما هو فاصل 1.9 مليار دولار اللي مش يهمنا هو فتح الأبواب هو سيتان سي للممولين صحيح لكن بأي مقدار سيبو بكر تو على تكلم على الزيارة الأخيرة متاع رئيس ولا مدير عام الصندوق الـ العرب. العربي العربي اللي امضتيه اي قديش عطونا؟ عطونا 74 مليون دولار برك 74 مليون دولار شهريا نتاع اقل من جمعه اه موفر جوان البنك الدولي عطانا 130 مليون دولار البنك الباد بنك عطانا 80 مليون دولار هذوما كي تجمعهم الكل تلقاهم 1.6 مليون دولار مليون دينار اقل من شهريا نتاع شهر ما كانش على ما كانش على <applause> مثلا تعطينا رؤيه الدوله كيفاش استيعاب الاقتصاد الموازي، كيفاش مثلا التصرف في ملف كبير كيما ملف الطاقه، الفوسفات، علاش لليوم الفوسفات ما رجعناش لدوره الانتاج العاديه رغم ارتفاع الرهيب لسعر الفوسفات في الاسواق العالميه، يعني علاش دخلت في هاو شنو اللي باش نحرمه كيما نقولوا اما هاو اللي باش نعملوه هذه فلوس موجودة عندك تهرب الجبائي مشكلة الفوسفات المتواصلة الاقتصاد الموازي هذو ما اللي نجم منهم فلوس من غير ما ندخلوا في صدام مع حتى حد ومن غير ما نمدوا يدينا حتى حد هي تكلمت على التهرب الجبائي لكن المواضيع الأخرى متاع الفوسفات والعلاقات الاجتماعية الأخرى لا لا التهرب الجبائي عند القطاع الموازي حكيت عن عن عند, حكيت عند بعض المنهن حكيت عن حكي الفورفيتير شوية الفورفيتير هي. لا ولا الأجوبة في جلوبالمون كوزيرة مالية مقنعة لكن علاش قلت أنا ثم عديد المسائل الأخرى كان لابد من طرحها حكاية الفوسفات حكاية زيت الزيتون اليوم عندنا إشكالية في, ال... الفت... هذاك علاش قلت كان بالاحرى لو كان جات وزيره الرئيس رئيس الحكومة. الحكومه يمكن معها وزيره التجاره يمكن معها وزيره الماليه على خاطر الاشكاليات اللي عندنا اليوم اهم واوسع برشا من الاشكاليات المتعلقه بالماليه كان تسمع في, مع... في قصة نزيد كلمتين اخرين الميزانيه نتاع 2022 ماشي نسكروها فيك بوكو داكروباسي اما 23 راهو مستحيل باش تتسكر إذا كان. ايش يقول لك؟ ما نزيدوش. يقول لك تو أنت تحكي كمختص. يقول لك أنا 22 ما سكرتهاش. اي شنو المشكل؟ حتى 23 ما نسكرهاش. ولاش تحل فيها 23 سنة؟ جست <applause> <تابع>. كيفاش تخلص؟ معناها <applause> و... يعني. احنا كنا <applause> كيفاش تخلص الشهر؟ <العبالة> وكيفاش تخلص <applause> العباد؟ وكيفاش تخلص القروض نتاعك؟ عنده قروض راهو عندنا قروض استرجاع قروض 23 تقريب مرة ونص قد 22. كيفاش ترجعها؟ دونك عندك ثلاثة حلول يا مش تزيد في الأداءات حاجة مم. كبيرة برشا يا <applause> مش تتخلى مم. على على ما فيه هو يزيد انا مزيد. ماشي مزيد. في التاكس على الفورتون شوي حتى شي ما تجيب ما تجيبش علاش تجيب حتى ولا فورتون ولا بربي نكمل دقيقة دونك اش عندك؟ عندك أما تزيد في الأداءات والا تتخلى على الديون سكي تري جراف معناها ما تخلصش الديون نتاعك والا تفوت في مؤسسه ولا مؤسسه عموميه هذوك هم الحلول اللي عندنا اليوم ومش اي مؤسسه مش اي مؤسسه يا بانكا تدخل عليها عن طريق شريك استراتيجي يدخل معك يحسن الحوكمه ينحي الفساد الموجود في المؤسسه هذيك يعطيك مرابيح الى اخره وتدخل منه فلوس للميزانيه نتاعك وخاصه خاصه دخل من فلوس نجم نعملوا حاجه اخرى اليوم احنا نحكيو على اصلاح المؤسسات العموميه بربي كيفاش مش تصلحهم اذا كان ما عندكش فلوس راهو الاصلاح يستوجب فلوس. يستوجب فلوس اليوم ما اصلاح المؤسسات العموميه مش تصلح لوفيس دي سيريال تي لوفيس دي سيريال مطالب في 4000 مليار للبنك الوطني الفلاحي تصلحهم من غير ما تصب فيه فلوس يا سيدي على الاقل انا كي نخصص ولا كي نقبل سريك استراتيجي مش ناخذ من عنده ثلاثه ولا اربعه ولا خمسة آلاف مليار على الاقل نصلح بهم ماليا المؤسسات اللي اليوم اغونيزي وصلنا مؤسسات ما تلقاش باش تخلص شهريه شنو هذا؟ هذاك الجاي ضرب النقل شنو هو هذا؟ دونك آه نويره فوت في عدد من المؤسسات الوطنيه في الوقت هذاك شركات والفلوس نتاعها انقذ بها الشركات الاخرى اللي هي بيدها كانت تحتضر لا لا من بعد حتى ال شو في ثم حاجه مهمه ياسر تفكر اخر قرض خذيناه من الاتحاد الاوروبي باش يشيلوا به القمح ثم كلمه خرجت عندها معنى كبير ياسر الصمود الغذائي وهي اكبر اهانه في تاريخ تونس هاو نشير لكم القمح باش ما تموتوش بالجوع ادخل فك حط عنوان كبير الصمود الغذائي القروض كلها جاية في نفس الفلسفة ما تقفوش تقعدوا تنفسوا نعاونوكم الكل أنت حكيت على الفوسفات واقف الفوسفات زادوا قف بعد ما وقفوا لهم ثلاثة طوانارين علاش ما حكيتش على 433 مؤسسة صناعية سكرت هبطت تريدوا علاش ما حكيتش على ثلاثة شركات أدوية اللي هي من أكبر الشركات اللي باش تغادر تونس علاش ما حكيتش عن المدخرات نتاع العمله الصعبه اليوم 102 ولا 101 وماشيين كل شيء راهو اسمع ما ثماش مؤشر يطمن وقاعدين نصلحوا نعيشوا في السياسه وجور لجور ما ثماش رؤيه واضحه حتى في عمليه الاصلاح ولا استراتيجيه واضحه اليوم اليوم حتى البلدان اللي كنا نراهن عليها باش توقف منها الاف المليارات اليوم زاد ثم نقطه استفهام لعده اعتبارات اللي صار مع المغرب اللي صار في قمة الجزائر اللي صار في حتى في حدث صغيرة الدول راهو خلي تاخذ قرار تاخذ قرار بناء على رؤية ومعطيات شاملة تحط مع التبلو قدامها تشوف هالبلاد هذه نقف معها اليوم أنا شو نقول نقول الاشكال رانا ماشيين في وضع أصعب ماش باش تنفرج تعمل لي 8 ملايين باش تعطيهم منح باش تعطيهم منحه ولا اثنين ومن بعد هل قادر باش توفر انت هذوما المنح التجربه هذه صارت في الاردن وفشلت ومن بعد مشاو بدلوها بمنظومة أخرى نتاع دعم به إيش نقول؟ نقول وقت اللي جاو قالوا لهم راهو الحل في حاجة واحدة اللي تونس لحد اليوم أنا والله ما نفهم علاش مش فيها. هي في النظام البي أو تي بيلدينغ هذا النظام تاع تعطي مشاريع تدفع محركات النمو في البلاد تحركها تعمل جامعات مدارس كذا انت ما عندك فلوس ما تدفع حتى فرنك عندك عشرين سنه 30 سنه قدامك ما تدفع حتى فرنك بل بالعكس باش فلوس من عند الناس اللي باش المشاريع هذه لي فون سوفران يعرفهم سي خير مني راهو مبالغ مئات الألاف نعم. المبلغ ورد بالي باش نقول على المبلغ ما هو صحيح مئات الألاف من المليارات هذوما لي فون سوفران عندك كلهم موجودين مي يخدموا كان في المشاريع بيوتي بلدان اسيا اللي طلعت في سنغافوره في رواندا كيغالي بلدان في جنوب افريقيا الخليج كامل تبنى بنظام بيوتي اليوم شنو النظام بيوتي انك وفر لي حكومه عندها مشروعيه وفر لي مناخ سياسي كذا انا خويا نحط لك 50 الف 100 الف مليار في مشاريع في تونس انت كي تعمل لي مشاريع مئة الف مليار ما يتحرك البلاد كلها سي مو فيصل هاو كانت عندكم سيدي مشروعيه ومجلس وحكومه آه تقريبا منتخبه علاش ما جاوش هذوما اللي حكي سيبو بك على خاطر ما تمش اقتراحهم من ناحيه مجرد اقتراح ما تمش مازال مازال اقتراح ما تمش ومن ناحيه اخرى وللاسف للتو ما نش فيه معليش سي اليوم الناس كل براكي حكومه ومجتمع مدني وجمعيات الكل على برنامج الاصلاح وبرنامج نتاع لافيمي صندوق النقد الدولي راهو ما هوش كافي راهو برنامج لافيمي شي حب لافيمي يقول لك نقص من الدعم ولا ناحية الدعم خصص المؤسسات نقص, لواش. نقص من الوش الواش باش نقصوا من المصاريف زيد في الاداءات ولا حسن مردود الاداء باش نحسنوا المداخيل الواش باش نقصوا في عجز الميزانيه ديفيسيت بيجيتير الواش باش نجموا نخلصوا الديون هذيك هي الغايه نتاع الافامي ويخرج لفمي يقول لي راك عام الجاي مش تعمل 1.6% نمو اعطيني برنامج باش نحسن النمو نتاعي اعطيني برنامج باش نحسن التصدير نتاعي اعطيني برنامج باش نتفادى غلق 450 مؤسسه اعطيني ب... هذا هما البرامج راهو برنامج الافامي حاجه وبرنامج الاقتصادي نتاع البلاد حاجه اخرى ما حبيناش نفهموها ما حبيناش نطبقوها شادين في برنامج لي يا ولدي راهو لي ما تخممش عليك لي تخمم باش فلوس ترجع فلوسها لا بانك صرفتك فلوس كيفاش ترجع وتعطيك الاجراءات اهم ثمانيه نقاط ثمانيه نقاط لا فيهم تصدير لا فيهم نمو لا فيهم حتى شيء زيد في المداخيل ونقص في يكون شكون اللي المفروض يحط تصورات؟ الحكومة الحكومة بالطبيعة يكون برنامج موازي لبرنامج <applause> الاصلاحات وقت نخموا على البارتنريا <applause> وقت نخموا على البي بي بي وقت نخموا على, على, على برشا حوايج احنا كنا نخموا على القرية على هذاك وبرنامج لفمي يا ولدي اعطيني برنامج اقتصادي يبقى لفمي تقول لي مش تعمل واحد 1.6% تي, تي سامحني مازله واحد في السطر انت وسيد وزير الماليه ابراهيم قالت هذا البرنامج تم اعداده من قبل خيره اداره بيترات الاداره التونسيه لغايه على... لغاية لغاية ما هوش برنامج اقتصادي شامل ما هوش برنامج للنهوض بالاقتصاد انا كل واحد يخمم كيفاش باش يرجع قرض كو اما كيفاش باش يبني حياتي هذا كله فماش. مش مطروح معناها ما فماش دوله كامله بمؤسساتها باطاراتها بخبراتها بمشاريعها مركزه كيفاش ناخذوا القرض هذا نتاع لافامي اللي هو بيدو باش نخلصوا به قرض اللي هو مش ناخذوا قرض باش نخلصوا به قرض لأن نحب نشير لحاجه واحده بسرعه بسرعه يعرف هذه المقياس الاساسي بالنسبه للدول المانحه والصناديق المانحه في مقدمتها لافامي هو حتى عليه حتى البنك الدولي في التقارير بتاعها هو اليقين السياسي بدون استقرار سياسي صحيح. والاستقرار السياسي يعني فم مؤسسات قائمة ومستقرة احنا اليوم معنا حتى مؤسسة قائمة ومستقرة مع داري اسل الجمهورية فقط بالتالي حتى حد ما يمشي معاك وحتى حد ما يغامر انا السياديه اللي يحكي عليها ابو بكر منذ حين لي سوفران باش يجيب الشرمي فلوسه وهو ما عنده حتى يقين غدو الحي باش الفلوس هذيك با ريكوبري ولا لا صحيح واضح نكتفي بهذا في الساعه الاولى الساعه الثانيه بطبيعه الحال باش نتحدث على الحوار اللي ادلى به امين محفوظ لكن مش نحكيه بطبيعه الحال مطولا على ملامح البرلمان الجديدة التي بدأت تتوضح بإعلان القائمة معناها نتاع المترشحين قائمة أولية قائمة نهائية باش تكون نهار 22 نوفمبر خليكم توا مع فاصل إخباري ثم نستأنف حصتنا في الساعة الثانية